طيب يعني دكتور جاد، تحدثت عن أن العين على الصين، وربما في الآونة الأخيرة العين على الصين لما حققته من نتائج يصفها البعض بالمبهرة في رحلة التخطي لفيروس كورونا، ولكن الأهم من تحقيق هذه النتائج دكتور جاد هو الحفاظ على هذه النتائج. لو توضح لنا أكثر خطة الصين في الآونة الأخيرة للحد من انتشار هذا الفيروس أو عودة الفيروس إلى الصين مرة أخرى. لا، عودة الفيروس، يعني عودة، عندما نقول عودة الفيروس، يعني عندما نقول عودة الفيروس هذا يعني أن هناك موجة من عدد إصابات يوميا كبيرة جدا كما حصل في السابق، هذا غير وارد. الخوف أو عودة الفيروس ربما تكون بحدود كما حصل اليوم، وبالتالي يعني هي تبقى محدودة وضمن أشخاص أصلا مراقبين، يعني الداتا نعم موجودة. ما السؤال هنا دكتور جاد، ما هي الخطة التي ستتبعها الصين للحفاظ على هذه الأرقام؟ الخطة هو الحفاظ على أسلوب الإدارة، يعني التشخيص المبكر والعزل المبكر، وخاصة أن داتا الأشخاص مسجلة سلف لجميع من يحمل هذا الفيروس، وبالتالي للحفاظ على الرقم المتدني هو عند، يعني مثلا اليوم تم تسجيل عدد إصابات بالعشرات، فبالتالي هم اليوم وغدا وفي الأيام القادمة سوف يزيدون من المراقبة على الأشخاص الذين يحملون الفيروس حتى لو كانوا بدون علامات ظاهرة، وبالتالي أي مؤشر أو أي علامات تظهر عليهم وحتى لو كانت عربيا سوف يتم طلب منهم أو سوف يتم أخذهم إلى المستشفيات. يعني دكتور جاد، الأشخاص الذين كانوا مصابين بفيروس كورونا أو من سيظهر عليهم الأعراض حتى هذه اللحظة ملتزمون بالحجر ربما الصحي داخل منازلهم؟ نعم، يعني الصين باتت الآن تباشر الحياة الطبيعية وافتتحت المدارس وغيرها من الإجراءات التي تم اتخاذها. المدارس تفضل. هناك بعض الاستثناءات، المدارس والجامعات فتحت فقط في 10 مقاطعات من أصل 30 مقاطعة صينية. المدارس، هذه المدارس والجامعات، السينما والمسارح بقرار من الحكومة المركزية لن تفتح في الوقت القريب، وباقي الأشياء عادت إلى طبيعة، عدنا إلى الحياة اليومية. يعني أيضا يعني هناك مطاعم، هناك مؤسسات تجارية، هناك شركات، يعني الحياة الطبيعية عادت في الصين ولكن ربما بإجراءات احترازية أيضا. طيب دكتور جاد، يعني نعم، نتحدث على الشق الاقتصادي، الصين بالطبع تضررت مثلها كمثل باقي الدول وبلدان العالم من هذا الفيروس، كيف ستستعيد الصين مكانتها من جديد؟ يعني الحياة الاقتصادية تعود خطوة خطوة. هناك نواحي تتعلق بالإنتاج الصناعي، يعني كل ما يتعلق بالمصانع، عجلت المصانع عادت لتعمل تقريبا 100% كما في السابق، ولكن هناك نواحي أخرى، مثلا نواحي حتى تتعلق بالتصدير، مثل كمية الحاويات المتوفرة في المرافق هي قليلة جدا إذا ما قارنا بالأرقام المتعارف عليها للإنتاج الصيني. وأيضا نعرف هناك النقل الجوي والنقل البري، حاليا القطار عاد، فقط من بضعة أيام عاد القطار ليحمل البضائع من الصين إلى أوروبا، وبالتالي يعني ربما نحتاج إلى شهر تقريبا ليعود التصدير إلى حالته الطبيعية. هذا ينعكس بالتأكيد على البورصة، إن كان في الصين أم في الدول الأخرى. التراجع في البورصة الصينية هو ليس بالتراجع الحاد أو ليست بالخسائر الكبيرة، نعم، إذا ما قارنا بأي دولة أخرى في حول العالم، إن كان في أوروبا أو أمريكا أو أي دولة أخرى. التراجع في البورصات، في البورصتين الصينيتين أقل بكثير. ولكن دكتور جاد، يعني بشكل أو بآخر، يعني التصدير تحديدا معتمد على باقي الدول، يعني ما إذا تعافت مختلف دول العالم التي تعتمد على الاستيراد من الصين سوف تعاني الصين أيضا بالطبع. صحيح، ولكن للوقت ذاته هناك تصدير صيني زاد أو أصبح مفرطا بسبب الفيروس. هناك
صناعة المعدات الطبية التي كثرت وتطورت بسبب الفيروس، وعندما يكثر الطلب في السوق فإن الأسعار ترتفع أيضا، وتبقى الأشياء بالعربي العام نقول الأشياء تغطي على بعضها، يعني هناك قطاعات تتراجع، قطاعات تتقدم. نعم. برامج المعلوماتية للعمل وللدراسة عن بعد، كل هذه الأشياء تتغير بحسب معطيات السوق. نعم. بالتأكيد لا يمكن العودة 100% إلى ما كانت عليه الأحوال سابقا بسرعة فائقة، ولكن يبدو أن الاقتصاد يتعافى بسرعة أكثر من المتوقع سابقا. نعم. دكتور جاد رعد الباحث في الشؤون الصينية كنت معنا هاتفيا من تشينجيانغ، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا.